انما النهارده احنا بصدد مرحله ثالثه مختلفه، وهو انه رئيس مصر في تواجده في المانيا لبحث تعزيز التعاون المشترك وما الى ذلك، والحاجات اللي هي بطبيعه الحال بتبقى موجوده في كل الزيارات الرسميه، انما انه رئيس مصر بيطرح احنا لدينا ما يمكن ان نعطيه الى المانيا بل وتحتاجه المانيا، وهو موضوع الطاقه، موضوع الغاز. واللي بالمناسبه يعني لو جينا بصينا على الربع الاول في 2022 في طفره حصلت في هذا القطاع، هكلم حضراتكم بالنسبه للصادرات فيها يعني هكلم حضراتكم عنها بعد قليل. فلاحظوا هذه المراحل من منح ومساعدات وقروض الى مشروعات مشتركة إلى أن لدينا ما يمكن أن نعطيه ونصدره إلى واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم ألمانيا، وده شيء طيب جدا. التحول ده بيقول إيه؟ بيقول أنه يعني اللي عايز يشوف الصورة بوضوح بيقول أن احنا الحمد لله ماشيين على الطريق الصح، ولولا الكبوات العالمية اللي موجودة من ساعة 2020 كوفيد وما تبع ذلك من أحداث يمكن كانت الظروف تبقى أحسن من كده، مش بس في مصر حتى على مستوى العالم كله. المهم انه من اللقاءات المهمة ايضا والتي عهدنا انه بيبقى حريص عليها سيادة الرئيس في زياراته للدول الكبرى واغلب الدول في الخارج، هو انه سيادة الرئيس بيبقى حريص على انه يلتقي بمجتمع الاعمال، رجال الاعمال والمستثمرين، وده حصل بالفعل مع مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين الالمان اللي ابدوا الحقيقة يعني حماسهم اما للاستثمار في مصر او للتوسع في استثماراتهم خلال الفترة القادمة. مشروعاتهم القائمة بالفعل يعني في العديد من المجالات. والسيد الرئيس الحقيقة أكد على أن مصر عازمة أنها تواصل جهود الإصلاح والتطوير في ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وشدد سيادته على تقدير مصر لعلاقات الاستراتيجية الخاصة مع ألمانيا والترحيب في هذا الصدد بتزايد نشاط الشركات الألمانية العاملة في مصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر كمان حول هذا اللقاء والخطط الاستثماريه اللي ممكن تكون موجوده من الجانب الالماني في مصر خلال الفتره القادمه. سعدنا في هذا الاطار ان نرحب معنا بالدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجلس الاعمال المصري الالماني. دكتور نادر مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك معانا، ويعني ارجو ان حضرتك تدينا مزيد من التفاصيل خصوصا في ضوء التحديات اللي موجوده، هل التحديات اللي العالم بيعاني منها والمانيا واحده منهم، هل المانيا ورجال الاعمال والمستثمرين الالمان عازمين على ضخ استثمارات اكبر للاستثمار في مصر ويعني خارج القاره الاوروبيه؟ والله اذا حبينا نتكلم على المشهد العام وملابسات الزياره نقدر نقول ان زياره السيد الرئيس لالمانيا اتت في ظروف استثنائيه جدا. نعم. نمره واحد انها تاتي كاول زياره لالمانيا بعد تولي المستشار اولاف شولز لمنصبه. نعم. فهي بداية جيدة لتجديد الود والتواصل. الأمر الآخر أنها بتأتي وأوروبا في حالة حرب، يمكن احنا بعيدين عنها لكن الأوروبيين بيعتبروا أن الحرب الأوكرانية دي كأنها حريق في المنزل الأوروبي. نعم. الأجواء هناك محاطة بسحابة كثيفة من التشاؤم. فوجود الرئيس ووصوله بمجموعة من الموضوعات والتفاهمات اللي فيها الكثير من التفاؤل حسس الألمان والفكر الأوروبي أن هناك جديد يضاف بجانب الموضوعات اللي بتفرض نفسها على الساحة واللي كلها تشاؤمات. والحين نقدر نقول أن زيارة السيد الرئيس من ناحية الفترة الزمنية والموضوعات اللي تمت مناقشتها وإيجاد تفاهمات بشأنها كانت ممتازة جدا. طيب دكتور نادر، أكيد حضرتك بطبيعة الحال على تواصل مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان، رؤيتهم إيه للوضع الاقتصادي في مصر على مدار الفترة الماضية، وهل لديهم يعني الحماس لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة؟ ما هو ده جزء من المشهد العام. يعني مثلا اهم حاجه ان نلاقي مصر مثلا بتتكلم في موضوع استضافه مؤتمر التغيير المناخي. نعم، كوبا 27. ودي من الموضوعات اللي يوليها العالم المتقدم اهميه كبرى، لان التغير المناخي بيهدد بحيرات انها تجف وانهار انها تجف وامراض انها تنتشر وتنتشر مجاعات. والصوره دي يمكن عندهم بصوره اكثر كثافه مما هي عندنا. نعم.
ودي من الموضوعات التفاؤلية. كمان التركيز على الدور المتنامي للتعاون المصري الألماني في مجال البنية الأساسية والبنية الصناعية ونقل التكنولوجيا، وكلها من العناصر اللي بتحول مصر إلى دولة حديثة، واللي مصر قطعت فيها شوطا كبيرا بحيث أصبحت محط إعجاب العالم. برضو التجارب الناجحة السابقة في مجال الطاقة والنقل والقطارات الكهربائية والبنية الأساسية والطرق، يعني مثلا ما حدش كتير يعرف ان القطار الألماني بيمدوا له خطوط هتصل إلى 2000 كيلومتر. وهنا في نقلة نوعية، ان هذه القطارات هتنقل بضاعة يعني لها امباكت اقتصادي يفوق نقل الأفراد. نعم نعم، في شك ان حصل تطور ايجابي بالفعل. يمكن حضرتك ذكرت مجموعه من القطاعات اللي الجانب الالماني والشركات الالمانيه كانت حاضره فيها وبقوه، ان شاء الله يبقى يعني في استثمارات اكتر كمان خلال الفتره القادمه. بشكرك شكرا كمان مصر جزيلا. افادت الجانب لا. الالماني ليس استفاده من جانب واحد. ففي مجال الحديث عن النهضه الكهربائيه اللي المانيا حطتنا على التراك بتاعها، نجد ان كان مصنع التوربينات الغازيه الالماني في برلين على وشك ان هو يقفل، وهو مصنع عظيم جدا وعنده تكنولوجيات راقيه، لكن اوروبا كلها بقت عندها حاجات زيه. فجاء الاتفاق المصري الالماني ليعطي قبله الحياه لهذا المصنع فتعود له الحياه ويتخذ قرار باستمرار عمله. كويس، ومصر افادت في هذا. نعم، بشكرك طبعا على هذه القراءه دكتور نادر رياض رئيس مجلس الاعمال المصري الالماني.